لقى ستة وصف تاني غير الاولاني عدى بين الزروع، وكان تلاميذه بيقطعوا سنابل وياكلوا وهم بيفركوها بايديهم. قال لهم ناس من الفرسين، ليه بتعملوا اللي ما يحلش يتعمل في ايام السبت؟ فجاوا يسوع وقال لهم، ما عرفوش ولا ده اللي عمله داوود لما جاع هو اللي كانوا معاه؟ ازاي دخل بيت الله واخد عيش التقدمه واكل وادى اللي معاه كمان اللي ما يحلش يتاكل غير الكهنه بس؟ وقال لهم، ابن الانسان هو رب السبت كمان. وفي سبت غيره دخل المجمع وبقى يعلم، وكان هناك راجل ايده اليمين مشلوله، وكان كتبوا الفرسيين بيرغبوه حيشي السبت عشان يلقوا عليه شكوى، اما هو فعرف افكارهم وقال للراجل اللي ايده مشلوله قوم وقف الوسط، فقام واقف. بعدين قال لهم يسوع، اسالكم حاجه، هل السبت عمل الخير ولا عمل الشر؟ انقذ نفس ولا فضيحه؟ بعدين بص حواليهم كلهم وقال للراجل، مد ايدك، فعمل كده فرجع ايده سليمه زي التانيه. فبالوا حماقه وقعدوا يتكلموا بينهم وبين بعض، يعملوا ايه في يسوع؟ وفي الايام دي خرج الجبل عشان يصلي، وقضى الليل كله في الصلاه لله. ولما طلع النهار نادى تلاميذه واختار منهم 12 اللي سماهم كمان رسل، سمعان اللي سماه كمان بطرس، واندراوس اخوه، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرسلماوس، متى وتوما، يعقوب ابن حلفة، وسمعان اللي بتسمى الغيور، يهوذا اخو يعقوب، ويهوذا الاسخريوطي اللي بقى اللي سلمه كمان. ونزل معاهم وقف في مكان سهل هو وجماعة من تلاميذه وجمهور كتير من الشعب من كل اليهودية وأورشليم، وشط صور وصيدة اللي جم عشان يسمعوا ويتشفوا من أمر أمرهم، واللي متعذبين من أرواح نكسة وكانوا بيتشفوا، وكل الشعب طلبوا يلمسوه لأن القوة كانت بتخرج منه وتشفي الكل. ورفع عينيه لتلاميذه وقال، يا بختكم يا مساكين لأن ليكم مملكة الله، يا بختكم يا جعانين دلوقتي لأنكم هتشبعوا، يا بختكم يا معيطين دلوقتي لأنكم هتضحكوا، يا بختكم لو كرهكم الناس وخلوكم على جنب وعيروكم وخربوا اسمكم زي الشرير عشان خاطر ابن الإنسان، افرحوا في اليوم ده وزقزقتوا لأنه أجركم عظيم في السماء، لأن أبهاتهم بالشكل ده كانوا بيعملوا في الأنبياء. ولكن يا ويلكم يا أغنياء لأنكم خدتوا عزاكم، يا ويلكم يا شبعانين لأنكم عجبوه، يا ويلكم اللي بتضحكوا دلوقتي لأنكم هتحزنوا وتعيطوا، يا ويلكم لو أوقيكم كل الناس كويس لأنه بالشكل ده كان أبهاتهم بيعملوا مع الأنبياء الكذابين. لكني بقول لكم اللي بتسمعوا، حبوا أعدائكم، احسنوا اللي بيكرهوه، باركوا اللي بيلعنوه، وصلوا عشان خاطر اللي بيسيئوا ليكم. اللي يضربك على خدك قدم له التاني كمان، واللي خد توبك فما تمنعش عنه العباية كمان، وكل اللي يطلب منك يديله، واللي خد اللي عندك فما تطلبوش منه، وكل اللي عايزين الناس يعملوه فيكو اعملوا انتو كمان كده وياهم. ولو حبيتوا اللي بيحبوكو يبقى ايه فضلكو؟ لان الخطاه كمان بيحبوا اللي بيحبوهم. ولو احسنتوا للي بيحسنوا ليكو فايه الفضل بتاعكو؟ لان الخطاه كمان بيعملوا كده. ولو سلمتوا للمتوقعين يردوا لكم فايه الفضل اللي ليكم؟ لان الخطاه كمان بيسلكوا الخطاه عشان يردوا لهم زيه. لكن حبوا اعدائكم واحسنوا وسلفوا وانتم مش مستنيين حاجه، فيبقى اجركم عظيم وتبقوا اولاد العالي، لانه بيدي نعم للي ما بيشكروش وللاشرار. فخليكم رحمه زي ما ابوكم كمان رحيم، وما تحكموش وما يتحكمش عليكم، ما تدوش حكم على حد فما يتخذش عليكم حكم، سامحوا تتسامحوا، ادوا تتعطوا، وزن كويس مضغوط لتحت مهزوز وفايض تتعطوا بنقمكم، لان بنفس الوزن اللي بيه بتوزنه بيتوزن لكم. وضرب لهم مثل، يقدر اعمى يقود اعمى، مش يقع الاثنين في حفره؟ التلميذ مش احسن من المعلم بتاعه، لكن كل اللي يبقى كامل يبقى زي المعلم بتاعه. ليه بتبص على القشره اللي بين اخوك واما الخشبه اللي في عينك فما بتاخدش بالك منها؟ ولا ازاي تقدر تقول لاخوك، يا اخي سيبني اخرج القشره اللي في عينك
وانت شوف الخشب اللي في عينك يا منافق. خرج الاول الخشب من عينك وساعتها بص كويس عشان تخرج الاشياء اللي في عين اخوك، لانه ما في شجره كويسه تطلع ثمر وحش ولا شجره وحشه تطلع ثمر كويس، لان كل شجره بتتعرف من الثمر بتاعها، لانه ما بيحصدوش بالشتين ولا بيقطفوا من اولياء العنب. الانسان الصالح من كنز ألقوا الصالح بيخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز ألقوا الشرير بيخرج الشر، لأن اللي بيفي فيه القلب بيتكلم لبه. وليه بتنادوني يا رب يا رب وانتوا ما بتعملوش اللي بقوله؟ كل اللي يجي لي ويسمع كلامي ويعمل بيه أوريك ويشبه مين؟ يشبه إنسان بنى بيت وحفر وغوط وحط الأساس على الصخر، فلما حصل سيل صدم النهر البيت ده فما يقدرش يزعزعه لانه كان متأسس على الصخر، وعمل اللي يسمع ولا يعملش. فيشبه انسان بنى بيته على الارض من غير اساس فصدم النهر فوقع في الحلال وكان خراب البيت ده عظيم.